العين والحسد من العائلة والأقارب. إلى كل أم، إلى كل أب، لما تذكر أولاد فلان أنهم يدرسون قول ما شاء الله تبارك الله، وأفسدت عيشهم بعينك وحسدك أو بالعين المعجبة والخبيثة، فقد قتلتهم والله العظيم. ستدخلينهم إلى المستشفى. أولاد الناس عليهم أن يكونوا مثل أولادك، فالناس والله تعاني من العين المعجبة الخبيثة من العائلة والأقارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوع اليوم هو موضوع العين والحسد من العائلة والأقارب. كثير من الناس تشكو العين والحسد من العائلة والأقارب، أتعبتهم العين والحسد من العائلة والأقارب. إلى كل أم، إلى كل أب، لما تذكر أولاد فلان أنهم يدرسون قول ما شاء الله تبارك الله، فلان أولاد أختي ما شاء الله عليهم تبارك الله، أي ناس طيبون يدرسون ما شاء الله عليهم تبارك الله، أولاد أختي فلانة سعاد ما شاء الله تبارك الله عليهم، الناس طيبون مربون ما شاء الله تبارك الله عليهم. دائما اخلي ما شاء الله تبارك الله كي لا تؤذي أختك وتؤذي أولاد أخيك بدون أن تشعر والله العظيم. حتى الأخت أيتها الخالة أو أيتها الأم، دائما قولي ما شاء الله تبارك الله على أولادك وأولاد أختك وعلى أولاد أخيك، فقد تصيبهم بالعين قد لا تذهب منهم أبدا إلى يوم الدين، وتكون أنت من أفسدت حياتهم وأفسدت عيشهم بعينك وحسدك أو بالعين المعجبة والخبيثة. إذا أنت أذيت أولاد أختك وأولاد أخوك بالعين فقط أنك المعجبة فستضرينهم، فإذا أذيتهم بالعين المعجبة وفيها خبث فقد قتلتهم والله العظيم. ستدخلينهم إلى المستشفى، والله العظيم ستدخلينهم إلى المستشفى. أتت عندي حالة بأن أختها أذتها بالعين، أذتها بالعين المعجبة والخبيثة، أخت أذت أختها بدون شعور، لو هي تعلم أنها ستؤذيها لك قالت ما شاء الله تبارك الله. لذلك أخواني أخواتي ركزوا على هذه الأمور، أن تقول ما شاء الله تبارك الله على أولادك وأولاد أخيك وأولاد أختك وأولاد جيرانك ما شاء الله تبارك الله، لأن الله عز وجل يعلم وهو علام الغيوب أنك إذا أذيتهم بالعين بدون أن تقول ما شاء الله تبارك الله ولا تقول بدون شعور، وهذا لا ينفعك أمام الله عز وجل. لماذا لا يقول في لسانك ما شاء الله؟ أنت لا تريد أولادك أن يحسدك عليهم أحد، أنت لا تريد أولادك أن يؤذيهم لك أحد بالعين والحسد، ولكن أولاد الناس لا يمكن أن يكونوا أرخص عندك أبدا. أولاد الناس عليهم أن يكونوا مثل أولادك. لا تقول ما شاء الله تبارك الله، لا تقول أي شيء حتى تقول ما شاء الله تبارك الله على ولدك وولد أختك وولد أخيك، فالناس والله تعاني من العين المعجبة الخبيثة من العائلة والأقارب. لذلك أي إنسان ما شاء الله يدرس عنده دراسة ويسمع دراسة أو وظيفة مرموقة أو كذا، أو هو يدرس وليس لا يهتم إلا بالدراسة ولكن هو يسمع هنا وهنا أنه يقول ابن فلانة ما شاء الله يقول ابن فلانة يدرس ولا يهتم باللعب وفلان يعني فيه دراسة فقط وكذا، عليكم إخواني أخواتي أن ترقوا أولادكم. أو هذا الشخص الذي يشعر بأن متبوع من عائلته بالعين والحسد يقول بسم الله تبطل كل عين معجبة خبيثة أصابتني من عائلتي وأقاربي، بسم الله تبطل كل عين معجبة خبيثة أصابتني من عائلتي وأقاربي، بسم الله تبطل كل عين معجبة خبيثة أصابتني من عائلتي وأقاربي. إذا أردت أن تشعر هل عندك عين اقرأ 1000 مرة، اقرأ هذا الدعاء 1000 مرة، سوف تشعر بزلزال في ذاتك، سوف تشعر بزلزال وسخون. وإذا ألمك رأسك 1000 الثاني ستقول بسم الله تبطل كل عين معجبة خبيثة أصابتني من عائلتي وأقاربي، وتفتح عقد كثير وحصون، لأن قد تكون مدة هذه العين 5 سنوات أو 10 سنوات وسيكون لها عقد وحصون في ذاتك. أما لو كان جديدة فبالدعاء الأول فقط ستبطل العين وتخرج من جسدي، ولكن إذا كانت هي قديمة 5 سنوات 10 سنوات ستحتاج لفتح العقد والحصون وتخرج هذه الروح التي تمسكه وتخرج هذه الروح التي أمسكتها العين بإذن الله تبارك وتعالى، وسيشفيك الله تبارك وتعالى بعد معاناة كثيرة. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.